سلم صندوق عطاء 232 طرفا صناعيا للطلاب والأشخاص من ذوي الإعاقة في إطار التعاون بين الصندوق ومؤسسة إيدينا مع بعض في المشروع الذي يهدف إلى تمكين وتحسين جودة الحياة لعدد من الأشخاص فاقدي الأطراف وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم. يستهدف المشروع 182 من فاقدي الأطراف الصناعية من العاملين والموظفين بنسبة 65% من إجمالي المستهدف هذا، بالإضافة إلى 98 من الأشخاص فاقدي الأطراف في سن التعليم وبنسبة 35% من إجمالي المستهدف.